المدن الكبرى في هذا العصر باجتماع ملايين الناس في مكان واحد، ولتأمين الأمن والسعادة في المجتمع احتاج الناس دائما إلى القوانين والأنظمة الضرورية لاستقرار المجتمع. الحقيقة الأخرى في الحياة الاجتماعية في عصرنا الفردية. لكل فرد في المجتمع آمال وأهداف تناسبه، وأكثر الأفراد غالباً ما يقدم مصلحته أولاً، أما مصلحة الآخرين والمجتمع فتأتي في الدرجة الثانية. وبسبب هذه الأنانية يبقى الجوع والفقر والتشرد في كل أنحاء العالم. لنتخيل الآن للحظة مدينة ضخمة يعيش فيها مئات الآلاف من الأفراد دون أن يفكر أي فرد بمصلحته الذاتية، بل على العكس فهو يؤثر على نفسه أفراد المجتمع الذي يعيش فيه. يعمل كل فرد بتضحية كبيرة دون أن يحرص على التقدم على الآخرين، والأفراد يؤثرون على أنفسهم لدرجة أنهم لا يحتاجون إلى أي قانون أو عقوبة لإقامة النظام وضبط الفوضى. مجتمع كهذا يمكن أن يتجاوز حدود الخيال، إلا أنه في الحقيقة هناك مجتمع مثل هذا في العالم، بل في كل مكان. والأفراد الذين يشكلون هذه الأمة الخارقة هم النمل. يعيش مئات الآلاف وأحياناً ملايين من أفراد النمل، تشكل مستعمرة متكاملة. يقوم كل فرد من هذه المستعمرة بواجبه الذي عليه دون إخلال، لا يتبرم أي فرد من موقعه وطبيعة عمله، بل المهم هو استمرار المستعمرة التي يعيش فيها، لهذا يضحي بحياته دون تردد. لن تصادف فردا واحدا جائعا أو بدون مأوى في هذا المجتمع. لما بين النمل من تكافل وتعاون وتضحية وإيثار، كما رأيتم تتقاسم النمل حتى قطرة الماء. والطعام الذي يجمع ويدخر في مملكتها أيضاً يكون متاحاً للجميع، لا يرى من بينها من تتصف بالأنانية، وليس بينها واحدة متشردة. كل نملة جزء حي من منظومة هائلة، كل نملة تقوم بواجبها وتؤدي مهمتها بقوة في مملكتها. النمل بمنظماته الجماعية وحياته الاجتماعية التي تفوق البشر آية من دلائل صنع الله في الأرض. لنبحث الآن في بعض أنواع النمل، لنرى معا معجزة الخلق التي تجلت في هذه الكائنات الصغيرة. هنا الغابات المطيرة في أستراليا، هذه الأشجار تؤوي أكبر مستعمرات في العالم. النملة الخياطة، تبني النملة الخياطة التي يبلغ طولها 6 مليمترات مملكتها بنفسها.
يتم بناء المملكة بفضل تعاون معجز. المواد الأساسية التي تستخدم في بناء هذه المملكة هي الأوراق. المرحلة الأولى: تجمع الأوراق في مكان واحد، وذلك لإمكانية لصقها ببعضها. ولأجل ذلك تكون النملات العاملة فيما بينها سلسلة حية يمسك بعضها ببعض، وتشد لجهتها الطرف الآخر للورقة، وتستخدم فيها أعجب التقنيات. النملة التي تشاهدونها تحمل دودة، يعني أختها التي لم تخرج إلى الحياة بعد. المكان الذي أتت بها إليه هو بالضبط قسم لصق الأوراق ببعضها، وتبدأ الدودة مباشرة بإفراز حرير لاصق. هذه النملة العاملة كما شاهدتم تنسج الأوراق بمسدسها اللاصق بشكل مكوكي، وتلحم بعضها ببعض. النملات البالغة غير قادرة على إنتاج الحرير المستخدم كلاصق، وحرصا على مستقبل المملكة تضحي الدودة الصغيرة بكل الحرير الذي تحتاجه لنفسها، مما يتسبب ذلك في نقص نموها، ولن تبقى نملة كاملة. غير أن هذه التضحية لا تذهب أدراج الرياح، فإن النملات العاملة ترعى هذه الدودة داخل مملكتها إلى آخر حياتها. عملية نسج الأوراق تستلزم تعاونا كبيرا، ولذلك تعمل بعض العاملات من الداخل وبعضها الآخر من الخارج، وبهذا تلتحم الأوراق ببعضها إلى أقصى درجات المتانة. البناء الذي أنشئ معجزة هندسية من ناحية سهولة الاستخدام والمتانة وتقنية الإنشاء. تعرف النملات بشكل ملهم في أي موضع تشد الأوراق، ومن أين تربط خيوط الحرير، دون حاجة إلى أي إدارة أو مراقبة. ولهذا يصف العلماء تصرفات هذه الكائنات الصغيرة التي تعمل معا كدماغ واحد بأنها معجزة كبيرة. إن اشتغال هذه الكائنات الصغيرة التي لا تملك عقلا وليس لها قائد يقودها، وتحركها وفق خطط تصل إلى أقصى درجات الذكاء للوصول معا إلى غاية مشتركة، يدلنا على وجود إرادة حكيمة تحكمها وتهديها، وهي حكمة الله في الكائنات. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كشفت البحوث الجارية لممالك النمل حقائق مدهشة لرجال العلم،